السلام عليكم ورحمة الله أحبائي أعزائي الكبار الصغار، كيف أصبحتم؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. دائما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نحكي البسمة. اليوم هو الثلاثاء 13/10/2020، درسنا اليوم في مادة التدريبات. درسنا راح يكون بتعلق باسم إحنا طيور، درسنا عن بعض الحيوانات ضد الطيور. إذا حيوان درسنا الحيوانات الأليفة، إيش عنوان درسنا؟ الحيوانات الأليفة. إيش يعني حيوانات أليفة؟ يعني حيوانات تقدر تعيش قريبة مني بس ما بتأذيني، ما بتأذي الإنسان، ممكن تعيش عندنا بالبيت، ممكن بالمزرعة، ممكن تكون قريبة منا بس هي ما بتأذي الإنسان. زي ايش عندنا حيوانات؟ انتوا بالبيت ايش عندكم مثلا حيوانات؟ ممكن عندنا قطة، صح هي بتأذينا القطة، بتاكلنا وبتضربنا؟ لا، إذا احنا ما أهليناها هي ما بتضربنا ما بتاكلنا، إذا هي حيوان أليف، بيعيش قريب مني وما بيأذيني، ممكن أنا أقدم له الطعام، ممكن أساعده وهي كمان تساعدني. مثلا يكون عندي حصان، بدي أروح مشوار على الحصان مش بالسيارة، بقدر أركب الحصان بس هو بيأذيني؟ لا ما بيأذيني، بس ما بصير كمان أنا أضربه عشان هو يعضني أو يأذيني الحيوان. طيب في عندنا مجموعة من الصور لحيوانات أليفة بتعيش قريبة مني وما بتأذيني وبتساعدني كمان. زي إيش؟ إحنا عندنا عالم إيش؟ عالم الطيور. إذا الطيور بتعيش قريبة منا، زي عندنا طيور، عصافير، بطة، حمامة، نقدر نعيشها عندنا بالبيت أو بالمزرعة، بنقدم لها طعام وهي بتساعدنا، ممكن ناخذ من بيضها ونريشها بس هي ما بتأذينا. إذا الطيور كمان، هاي صورة إيش يا عصافير؟ صورة بقرة، صورة بقرة، البقرة بقدر أعيشها أحطها عندي مش بالبيت، بالمزرعة قريبة مني، باخذ من حليبها وباخذ من لحومها، تقدر تعيش قريبة مني؟ آه بتعيش قريبة مني وما بتأذيني. كمان زي ما حكينا صورة قطة، كمان عندنا أرنب بعيش قريب منا ما بدينا نستفيد منه. كمان إيش عندنا صورة إيش؟ حصان، بقدر أركب على الحصان، ما بدي أركب سيارة مثلا أو ما بدي أمشي، بركب على الحصان ما بيأذيني. كمان إيش عندنا صورة كلب، أحيانا الكلب بحس بيتنا وبيسلينا وبنلعب معه وبيساعدنا بيجيب لنا أغراض بس هو ما بيأذينا. كمان عندنا ايش؟ نعيد صورة بقرة، حصان، كلب، حمامة، أرنب، زي ما حكينا الأرنب بيعيش عندنا وما بيأذينا، بيتناول غذاء احنا بنقدم لهم اياه. طيب أسألكم سؤال، نقدر نجيب أسد ونحطه عندنا بالبيت أو بالمزرعة؟ لا، لأنه بيأذينا ممكن ياكلنا. طيب الفيل ما بياكلنا بس نقدر نحطه عندنا بالبيت؟ أكيد لا، لأنه بده مساحة كبيرة يعيش فيها، ممكن يأذينا، ممكن يدعس علينا. الزرافة بنقدر نحطها عنا بالبيت؟ لا ما بنقدر. إذا هاي مفهوم الحيوانات الأليفة.